طبعا انا صلاح او طالب سامح اللي هو انصدم او انصدمت بالنتيجه بتاعت اللي انا مش كنت متخيلها، ولا هو كان متخيلها، ولا كليتنا متخيلين ان النتيجه تطلع 0%. يعني انا الحمد لله، ولله الحمد، ما قصرتش مع ابني في حاجه، ولا ابني قصر في الورقه بتاعتي، ولا قصر في الاسئله الاجابه بتاعتي. راجل منتظم يعني، عارف ربنا وعارف يعني. هو الحمد لله، الحمد لله، فضل من نعمه من رب العباد ان ابني عارف ان دي قضاء وقدر، بس احنا بنطالب بحق ان شاء الله هيبقى فيهم حاجه. انا الطالب سامح صلاح جمعه علي اللي حصل على درجات 0%. انا من اول يوم امتحانات دخل علينا واحد انا فكرته مراقب، ده طلع طالب منازل معانا 29 سنه. اول ما دخل اول يوم قعد يتكلم ويقول انا هغش، واللي مش هيغششني مش عارف هعمل واسوي، وزعيق معانا ومع المراقبين. فضل في الحوار ده كام يوم، 3 4، لغاية يوم التفاضل. إيجي حالته زادت وقاعد يزعق ويعمل دوشة، لأن هو دوشنا، ويقعد يزعق ويخبط على الديسك ويسحب الورق من زميلاتي ويتكلم. فزميلي خالد قال له إحنا مش عارفين نحل من صوته، فإيجي اتهجم على زميلي خالد وزعق معاه، وإيجي ضربه، والمراقبين يجوا يتلموا مش هتقدر عليه. قمت أدافع وأقوم أحوش، فلقيتها بضرب فيا، فدفعنا عن نفسنا. فنزلنا بعد الامتحانات ما خلصت، بعد ما حليت الامتحان وخلصت كله، كان قبل الحوار ده كنا شاكين لرئيس اللجان، وكان عدوا الموضوع ومشوه ومشي الدنيا لغاية ما الامتحانات تخلص. رجع اللي هو يوم الواقعة، يوم الحادثة المشكلة يعني، رجع ما زادت واللي حصل المشكلة، نزلنا رئيس اللجان تحت، رئيس اللجان نزلنا تحت تمام. مضانا على ورق، قال لنا الورق ده انتوا هتمضوا عليه عشان تحموا نفسكم وتحموا مستقبلكم، لان هي مشكله كبيره ومش عارف ايه. فضلنا في المدرسه لغايه الساعه 3:30، المفروض ميعادنا نطلع الساعه 1 أو 12 بالكتير. وخلص الموضوع ورحنا امتحاننا اخر امتحانين وعدينا وجينا، وقال لنا مش في حاجه ولا في لكم اي اضرار. طيب انت يعني انت كان مستواك في الدراسه كان مستواك متفوق ولا عادي؟ ايوه متفوق تمام. يعني انت شايف ان انت كانت نتيجتك ممكن تبقى كويسه جدا في الثانويه؟ تمام. في حد تواصل معاك من ناحيه ايه؟ يعني اتكلم معاك انت لما انت طبعا لا. اتكلمت وقلت ان انت مشكلتك ما حدش اتصل معاك من المسؤولين قال لك ايه القصه او اي حاجه؟ لا ما فيش حد اتصل. يعني انت ما تعملكش محضر غش ولا اي حاجه؟ لا. تمام. طيب انت كنت بتذاكر كام يوم في السنه؟ يعني كام ساعه في اليوم مثلا؟ انا كنت مظبط وقتي بعد الفجر، باخد لي 4 ساعات بعد الفجر، ومثلا 3 ساعات بعد العصر عشان شغل. يعني انا دلوقتي بطالب بحقي، انا عاوز وزير التربيه والتعليم يجيب حقي. يعني انا ضيعت فرحه عيلتي كلها، ابويا وامي، اللي كنا كلنا مستنين الفرحه. دلوقتي الواحد مش عاد بيفكر لنفسه في مستقبل خالص نهائيا، مستقبلي كده يعتبر ضوع. الواحد يعني قاعدين، احنا كنا قاعدين في ميتة، كنا عندنا حالة وفاة. يعني أنا مش عارف أعمل إيه أنا دلوقتي، بعد ما كان لي أحلام وأهداف كلها ضاعت، أنا ما عدتش عارف أعمل إيه. أنا عاوز درجاتي ترجع، أنا مش عارف أعمل إيه أنا خالص دلوقتي. يعني كل اللي أنا كنت بفكر فيه مش يعني كلها روح، قاعد دلوقتي عابس نفسي في أوضتي وعمال أعيط، ومفيش أي حاجة في دماغي دلوقتي غير النتيجة وبس. يعني أنا شاب مكافح، كنت طول السنة بشتغل وكنت بصرف على نفسي وبصرف وبساعد ابويا في المصاريف، وكنت شغال. حد اي حد ينزل يسال عليا في بلدي هنا، انا يعني اخلاقي عاليه، ومحد كل عارف ليه، كل عارف سامح. يعني حرام حرام انا عملت ايه في الامتحانات، ولا عملت في دي في عملت ايه عشان دي كلها يجري واخد على صفر ليه؟ يعني انا اعمل ايه؟ الكتب دي اللي كان اهلي بيحرم نفسه من الفلوس، وبحرم انا نفسي، وكنت بنجيب الكتب دي وبروح دروس على طول، كل يوم دروس، ما كنتش بفوت درس. اسالوا عليا مدرسين، انا ما كنتش بفوت اي درس نهائيا خالص. يعني الكتب دي كلها يعني اعمل فيها ايه؟ يعني دلوقتي انا اعمل ايه يعني دلوقتي؟ بعد 0% ده اعمل ايه؟ حرام والله، والله حرام. يعني هنعمل ايه احنا؟ حرام. الواحد مستقبله ضاع، وكل اهدافي كلها ضاع. يسأل عليا الناس اهدافي كلها كان خارج، يعني انا اعمل ايه؟ حرام والله، حرام بعد دي كلها وانا مش هلاقي حاجه. يعني اعمل ايه؟ والمصاريف اللي بتتصرف عليا على طول، المصاريف اللي ابوي بيصرفها عليا وبيتعب وبيشجع عليا.